بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وآله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي الأعزاء مناضلين استقلاليين، سادة رؤساء الجماعات، سادة أعضاء الغرف الفلاحية والتجارية والصناعة التقليدية، والسيد البحري مشاركين معنا في هذه الندوة، حضرة السادة والسيدات المناضلين والمناضلات باسم ككاتب حزب الاستقلال لجهة سوس من الصدر سابقا وحاليا جهة سوس مصر. رحبوا بكم جميع في داركم أيها المناضلات أيها المناضلون. أولا أتقدم لكم بأخلص التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وكذلك أريد أن أشكر الجميع على تلبية الدعوة، دعوة في هذا اللقاء الحزبي الكبير أو هذا العرس الاستقلالي الكبير. هذا العرس اللي عنده مغزى الأول والهدف الأول، وهو انتخابات ديال 2 أكتوبر اللي غادي تجرى يوم الجمعة المقبل، واللي مناسبة لتقديم المرشحين ديال حزب الاستقلال فيما يخص هذه الانتخابات التي سوف تجرى يوم الجمعة المقبل. معنا الأخ المناضل الحاج طيب المساوي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالعيون، عيون الساقية الحمراء، اللي كذلك مستشار برلماني لثلاث ولايات، واللي هو اليوم مرشح ديال حزب الاستقلال بالنسبة لهذه الانتخابات ديال اليوم 2 أكتوبر. صفا الحاج مساوي وقف في شوفوك ناس. معنا الأخ سعيد كرم، فين هو الحاج سعيد كرم؟ مرشح حزب الاستقلال في اللائحة ديال جهة سوس مسا، وعبد ربيه أخوكم قيوح عبد الصمد المرشح عن صنف الجماعات المحلية لانتخابات 2 أكتوبر. هذا اللقاء بالنسبة الهدف الثاني أخواتي وإخواني، وهو وقفة تأمل ووقفة وكذلك وقفة اللي كتحتمها المسؤولية ديالنا جميعا كمسؤول. خريطة سياسية كتنتظر باش دار. نبداو بإقليم تارودانت. إقليم تارودانت دائما كانت عنده 18 مقعد داخل الجهة، لأنه أكبر إقليم فيه 1,000,000 نسمة، فيه 89 جماعة، كانت فيه 18 مقعد، رجعت بين ليلة وضحى إلى 12. من تمك بان لينا بأنه كاين إرادة ديال التحكم، كانت إرادة ديال النتائج. فلذلك احنا من طبيعة الحال نددنا بتلك الأمور في هذه الساعة، ولكن كانوا واحد العدد ديال هذوك اللي كيديروا هذه المسائل كانوا كينتظروا بأننا غادي ننزلوا للدين، ولكن كانوا غالطين.
لانه كاين احزاب اللي توجد لها هذا الفخ طاحت فيه وانتم ما شفتوهمش وقعوا اليوم. ولكن حزب الاستقلال رغم ذلك النتائج اللي اليوم كتشوفوها، ما كنتكلمش على المكيده بوحدها ديال الجهه، ولكن كذلك ديال الخريطه اللي توجهت فيها الجماعات وتوجه فيها التحالفات وتوجه فيها كذلك المجالس الاقليميه. من طبيعه الحال كحزب وكحزب الاستقلال كان لازم باش نعترفوا بانه نتحمل كذلك مسؤوليه كبيره، والقياده ديالنا كتحمل مسؤوليه كبيره، لانه ما يمكنش نقولوا الحوايج المزيانين، خاصنا نقولوا الحقيقه ولو تكون مره ولو تكون ما مزيانه، لانه الاختيارات ديال القياده ديال حزب الاستقلال ضيقت المجال ديال التحالف لا داخل الجهه ولا داخل المجالس الاقليميه. ولكن في الاخير ورغم هذه المكائد كلها ورغم هذه الاغلاط اللي غادي نتحاسبوا عليها، ولكن ماشي اليوم، لانه اليوم حنا مجتمعين مجتمعون على اساس باش تمر جميع الاستحقاقات بما فيها تلك التي تنتظرنا يوم 2 اكتوبر وبعد الدخول البرلماني، وبعد ذلك سوف نجلس للحساب، لانه في الاخير حزب الاستقلال ابان بانه حزب قوي وبانه حزب عريق. حزب الاستقلال دي 80 سنة في الأخير حصل على المرتبة الثانية على المستوى الوطني تعالى وبعد الملك للاستقرار في هذه البلاد، باش اليوم أحزاب اللي ما عندهاش 10 سنين تجي وتكون هي الأولى في هذه الجهة، لأنه لقات أحزاب ضحات، ماتوا فيها ناس، تحبسوا فيها ناس، ضحوا بها ناس باش اليوم يجوا ويلقاو الديمقراطية ويلقاو صناديق الاقتراع ما تزور ويلقاو اللي دافع عليهم واللي خرجوا للشارع. حزب الاستقلال أدى قبل ومستعد أن يؤدي، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل الوطن، من أجل الوطن. لذلك إخوة الأخوات ما بغيتش نطول عليكم، لأنه طول يوم الجمعة 2 أكتوبر نمشوا بكثافة. أدعو بطبيعة الحال الإخوة ديال الغرف، أعضاء ديال الغرفة ديال الصناعة التقليدية، وكذلك الأعضاء ديال الغرفة ديال التجارة والصناعة اللي المرشح ديالنا الحاج طيب المساوي، وكذلك الأعضاء ديال الجهة ديال سوسمة الصدر المرشح ديالنا السي سعيد كرم. فين هو السي سعيد كرم؟ فين هو السي سعيد؟ فينا؟ أقول لها غير يجي يشوفوه الناس. قوم طبيعة الحال الأخ ديالكم أنا وعدوا بالله من قولي أنا اللي مرشح ديال الميزان يوم 2 أكتوبر يوم الجمعة المقبل. مرة أخرى أشكركم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. الختام